صباح الخير عليكم. النهاردة هنتكلم اليوم الحداشر والقطعة الحداشر عن النسر المزدوج الأمريكي. القطعة دي مهمة جدا ونادرة وغالية جدا. القطعة دي ثمنها 20 مليون دولار. العملة دي في بدايتها عشان نتكلم عنها كان في مزاد في أمريكا في قاعة اسمها سوبيز أو سوس بيز، وبيعت ب20 مليون دولار، هو أكبر رقم لأي قطعة على الإطلاق. فيش أي قطعة لغاية الآن وصلت ل20 مليون دولار غير هذه القطعة. وانتقلت هذه القطعة من يد الحكومة الأمريكية لفاروق، اتباعت لكذا واحد منهم تاجر أحذية، وكان عنده، كان غاوي جمع عملات، وكان عنده حوالي 8500 قطعة ذهبية من ولاية تكساس. واشترى القطعة دي من سائغ كان بتاع ذهب برضه في فلاديا في الثلاثينات، وباعها للملك فاروق ب1575 جنيه سنة 1944. وحتى ان وزير الخزانة اصدر شهادة تصدير وملكية لفاروق في الوقت ده، واصبحت هذه القطعة مع الملك فاروق ملك مصر. تاريخ العملة، هي العملة دي سنة 1933 لما أصدرت الحكومة الأمريكية أمر أو قرار بسك عملة ذهبية وزنها 28 جرام وقيمتها 20 دولار، وأطلق عليها النسر المزدوج، لأن عملة النسر اللي كانت في الوقت ده كانت ب10 دولارات بس، ودي نزلت ب20 دولار، أصبحت بعملتين أو مزدوج، يعني النسر المزدوج. وهذه العملة تساوي القيمة الإسمية ليها 20 دولار. وفي وجه منها بتحمل صورة امرأة والوجه الآخر وجنس. كانت العملات تخضع لقانون المعيار الذهبي في أمريكا، اللي بيعني كل ما يطلعوا عملة لازم يكون قصاد منها ذهب في الخزانة. وبسبب إن كان في كساد سنة 1933، أصدر روزفلت رئيس أمريكا بحظر جميع تخزين الذهب للشعب الأمريكي، تخزين الذهب سواء إنه سبائك أو عملات، وأمر المواطنين بتسليم العملات، وأصبحت العملة دي عملة غير قانونية. ولما الكونجرس اجتمع وأقر القانون جابوا الذهب فعلا وسيحوه منهم العملات ما عدا قطعتين بس، في 20 قطعة تم إخفائهم وتم توزيعهم بعد كده أو بيعهم لهواة جمع العملات. ولكن المخابرات الأمريكية تولت تتبع هذه العملات واستعادت فعلا 7 قطع منهم، وبعد كده سرقت القطعة دي بعد تخزينها من المخابرات، وبيعت لواحد تاجر يهودي اسمه إسرائيل سويت. بعد الإطاحة بفاروق سنة 1952 تم طرح بعض مقتنياته للبيع، ووقتها الحكومة الأمريكية كانت عارفة أن فاروق معاه واحدة، فطلبت الحكومة المصرية بالتسليم، وفعلا تم تسليم هذه القطعة للمخابرات الأمريكية واختفت بعد كده. لكن ظهرت هذه القطعة مرة أخرى سنة 1995 لما تاجر مصري راح يبيع بعض المقتنيات، بعض العملات الذهبية في بريطانيا، وباع هذه القطعة بمبلغ 325 ألف دولار لصاحب صالة مزادات في العاصمة البريطانية. لكن الحكومة الأمريكية برضو كانت عارفة أو كانت متبعة هذه القطعة، وفضل هذا السجال بين الحكومة البريطانية، بين الحكومة الأمريكية ما بين هذه، كل من يقتني هذه القطعة أو القطعة الأمريكية من هذا النوع فترة طويلة حوالي 5 سنوات، لغاية ما استقر الأمر أنه ممكن يمتلكها أشخاص، يعني أمريكا سمحت أنه ممكن يمتلكها أشخاص. وفعلا فضلت هذه القطعة مع أشخاص واتباعت في مزاد سنة 2002 بمبلغ 7 مليون و6 مليون، واتباعت في مزاد أخير الأيام دي بمبلغ 20 مليون دولار. ده آخر مزاد اتعمل لهذه القطعة. ده تاريخ القطعة، وده كل اللي احنا عارفينه عن القطعة، وياريت طبعا يكون حد مننا يلاقيها، لأنها صعب ان واحد يقتنيها، لأنها طبعا دخلت فيها حكومات ودخلت فيها صراعات، لكن هي أغلى قطعة على الإطلاق لغاية الآن هي القطعة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.